ولذلك من آفة الفقه، آفة الفقه قديما وحديثا، أن يأخذ المرء الفقه من الكتب، يفتح كتابا فيجده. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن آخر الزمان يكثر قراءكم، القرآن باقي إلى قيام الساعة، ويكثر الكتب ويكثر القلم. بعض المتأخرين فسر القلم الكتابة، وبعضهم فسر القلم الذي يوجد في الجيب. الكتب الآن أنت عندك كتب ليست عند أحمد ولا الشافعي ولا مالك ولا أبي حنيفة، عند أصغر طلبة العلم في أولى جامعة يستطيع أن يجمع من الكتب ما لم يجمعه ابن حجر. ابن حجر يقول عنده مكتب ليس عند أحد، ومع ذلك عندك أنت من الكتب ما ليس عنده بمبالغ قصيرة. بل جاء هذا الكمبيوتر الآن الموسوعات العلمية فيعطيك ما لم يجمعه لا أول ولا آخر قبلك، ومع ذلك قال يقل العلم، يكثر قراءكم ويقل فقهاؤكم.